ايه رمز، عايز ايه؟ انت رابع مره كلمني دلوقتي، في ايه؟ يا رب الكارت اللي لقيته ده يخلص واخلص من ما كلمنيش انا يا ولا انا قاعد مع اسرتي، ما تتكلمش تاني سامع؟ بيبي هو رمزي بيكلمك كتير اليومين دول ليه؟ قاعد فاضي يا ست، مالوش حد غيري، قدري بقى. انا عايز اقولك يا بيبي بجد رمزي محتاج حنان، محتاج حاجه في حياته الخاصه. حياته الخاصه؟ ما عنده الملايه والمرتبه والمخده، اكتر من كده بقى يبقى طمع. يا حماتي في اوروبا ودول متقدمه الشباب في سن ال 16 سنه بيستقل عن اهله. شباب مين؟ شباب مين في اوروبا؟ انت عايزه تجيبي رمزي ده للشباب بتوع اوروبا؟ ده ملوش علاقه بالشباب، ده مش بني ادم اساسا. عيله بابا دي كلها فقر، كل اللي طلعوا منها فقر، واصحاب عاهات مستديمه، يا اما اهبل زي رمزي يا اما عبيط زي مين؟ رمزي برضو، اصل رمزي واخد التوكيل الهبل حصري. على فكره بقى يا جماعه، البنت ما بيهمهاش الشكل وبس، الشخصيه كمان مهمه. انا عن نفسي عشت اربع قصص حب بالمستوى ده. نعم اربع قصص حب؟ ايه ده يا هانم؟ ايه حضرتك ماشي على حل شعرك شرعي ولا ايه؟ لا 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 يا ابي، انا قصدي يعني ان انا عشتهم في محيط صحباتي. يا عيني على رمزي ده، مسكين جدا، تنفضيه تفضلي تقلبي فيه وشي وظهر طول النهار وطول الليل، ما تطلعيش منه ذره راجل. انا بقى المشكله ان رمزي ده وقع في قرابيزي خلاص مدى الحياه، لان مفيش واحده لا عاميه ولا طرشه ولا هبله ولا ابوها وامها غضبانين عليها ولا خالها مقاطعها هتوافق انها تتجوز زفت رمزي ده. ولا رمزي؟ نعم دول. هو انت سعيد بوحدتك دي يا رمزي؟ بص يا دول، هو انا من زمان يعني وانا ملطوي. ملطوي يعني من مالطا يعني مش من مصر يعني؟ لا انا اقصد يعني ان انا يعني شخصيتي كده هو منكمشه على ذات نفسيتها. لا ما هي منكمشه اكيد عشان مثلا غسلت شخصيتك في ميه ساقعه. يا دول انا بنسجم مع الحيوانات كده وما بحبش البني ادمين على فكره. انا كان نفسي اطلع انفد. انفد؟ وايه مجموعك ما جابش انك تطلع انفد وطلعت تجحش ولا ايه؟ لا يا دول يعني انا كان نفسي اطلع انفد علشان يعني انفد كده هون في نفسي وانفد في الدنيا واسلك بقى. عارف انا نفسي انك انت تنفد من البازار ده واسلك انا بقى. يا دول خلاص بقى، لا تبكي على الكوكتيل المسكوب يا دول، انا خلاص طلعت بني ادم واللي حصل حصل. يا ابني انت فاهم انك بني ادم، انت مش بني ادم، انت مخلوق عجيب يلا. ولا عمرك يلا فكرت مثلا ترتبط بواحده ست؟ ياه اخلص. ايه ياه؟ نص ساعة ياه. يا بص يا دولة بقى، ما تفتقش في الفتوقات يا عم اللي خيطها الزمن. فتوقات؟ انت ايه كنت بتحب جيبة مقطعة يالا ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. حضرتك اي خدمه يعني؟ حضرتك داخله البازار فعلا قصدى البازار ولا للاسف مثلا دخلتي غلط؟ هو في ايه؟ مين المسؤول هنا على البازار ده؟ مع حضرتك عادل سعيد، رئيس مجلس اداره البازار والمسؤول الاول، زائد ان انا المحاسب القانوني للبازار. اوكي اوكي. دول اكلم رانيا مراتك. كلم ام ياسمين بقى بسرعه. غبي يا غبي، بتطلع اسرار بيتي هنا في الشغل يا غبي. ايه يا رانيا؟ لو سمحت يا ابو حمالات. انت ايه اللي لو سمحت يا ابو حمالات؟ بتفتكر الحمالات حضرتك؟ بصي انا ليا اسمي اللي تندهيلي بيه. وانا هعرفه منين اسمك ده؟ ما بتسالي دولة؟ مين دولة؟ دولة ابن عمي. دولة ده احنا ده كل القهوه اللي بنقعد عليها عارفينه، وكل الناس اللي قاعدين في الشقه بتاعته عارفينه، وكل انت خلاص ابيض خالص كده ابيض. يا ابني انت مالك؟ انا لسه جايه من الشارع دلوقتي. استغفر الله العظيم يا ربي، جايه بقى من الشارع عشان يلمك بازار ولا ايه؟ انت اهبل ولا مجنون ولا غبي ولا في ايه؟ بص بقول لك ايه بقى، ما تقعديش بقى تحيريني بقى كده هون، علشان انا مش فاضي، انا مش فاضي، عندي شغل، عندي اله الطفوله ميتو راعة عايزه اروح ارضع. لا 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 انت رائع، انت ما حصلتش، انت تحفه. انا عارف ده كله عارف، بس ارجوك يعني ما تستدرجنيش بمسلوق الكلام علشان اعمل لك تخفيضات خالص. ما فيش حضرتك شلم ولا ملين هرضى انزله. ما فيش شلن وملين؟ لا انت مستقلب نفسك جدا. بص يا استاذ، انت بنظري ما تسويش اقل من ربع جنيه. طب لو سمحتي ابعدي بس ايدك شويه. ماشي يا رنا، ماشي ماشي خلاص ماشي. سلام 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 سلام. يخرب بيتك، انا اسف جدا الواد الغبي ده يكون ضايقك ولا حاجه يعني. والله بصراحة يا أستاذ أنا ما يضايقنيش غير المتطفلين. وكمان تطفلت على الهانم يا غبي. ولا روح اجري نظف تمثال إله القذارة اجري. حاضر. لا 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 لا، لو مشي أنا مش هشتري ولا حاجة من البازار ده.
أصل أنا معجبة جدا بشخصية الأستاذ. لو سمحت ممكن اسم حضرتك؟ حضرتك أنا اسمي رمزي الشهير بأبو الرماميز ابن عم دولة. حضرتك أنا بقى دولة يعتبر من أكبر شعراء البازارات اللي في مصر كلها، بالإضافة أن أنا بحل كلمات متقاطعة بتفرج على أوبرا. أستاذ رمزي نعم. أرجوك ذكرت بتاعي، ممكن تليفونك؟ والله بيشحن يعني. بصي حضرتك غبي، افتكر عايزة التليفون نفسه غبي غبي يعني. أنا بموت في الشخصية دي. تموتي في إيه حضرتك؟ بقولك غبي غبي يعني. بالعكس يا أستاذ، ده مش غباء، ده غموض. غموض إيه ده غباء حضرتك؟ حضرتك ولو بتدوري على الغباء أنا أغبى منه. عايز كارت بقى؟ رمزي أرجوك. نعم كارتي معك. أنا مستعجلة دلوقتي لازم أروح، أنت لازم تتصل بيه عشان نتكلم. معك مروة طبجي مخرجة إعلانات. باي باي. باي باي. الكارت في عيني ما تقلقيش. ده تعمل ايه بالكارت ده؟ ايه دول؟ هقعد بقى رنلها رنلها دول. ترنلها ايه يالا؟ وبعدين دي مخرجة اعلانات، اكيد يالا هياخدوك يحطوك على علب السمنة يالا. انت بقرة؟ خش يالا رمزي. حاضر. حط الحاجة دي هنا يالا. حاضر يا دولة. هنا هنا هنا؟ هم العرر جم هم وجابوا طلبات البيت. زغرتي يا اللي انت مش غرمانه يا دي ماسوره الاباحه اللي تتفتح اول ما بخش. انا نفسي الماسوره دي تتسد وتفرقع بقى. الو السلام عليكم، مين معايا؟ مروه الطبجي. في حد يا بنتي اتصل بحد في ساعه زي دي؟ يعني الساعه داخله على 3 الظهر. بيت حد يرد على حد بالشكل ده؟ انت مش عارف بتكلم مين يالا؟ ايه تقابليني؟ لا يا اختي ما بقابلش بنات. طب وانا اديها ميعاد واروح انا يالا. طب استني يا مروه، بصي اديني ميعاد وانا هبعت لك دوله حبيبي ابن عمي، ها هو اللي يروح مكاني. ايه دوله رخم ما يجيش معانا؟ يا سلام، يتمنعنا وهن العائزات. هتعدي عليا؟ ماشي يا مروه بس نتفق الاول. بصي انا هقعد في العربيه بتاعتك جنب الشباك. ماشي يلا يلا سلام عليكم. هتقعد في العربيه جنب الشباك؟ العربيه كلها شبابيك يا انا مش فاهم. شام عايزه تخرج معاك ازاي دي؟ تلاقيها مسوسه ومعفنه ومقرفه وشها شبه قعر القفه. عارفه يا سناء، انت لو شفتي مروه اللي بيقولك عليها دي بجد، الخانه اللي مكتوب فيها في البطاقه بتاعتك انثى هتشيليها. يا اخي روح 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 روح. الواحد ما بيحسش بقيمه الجمال، قيمه الجوهره اللي في ايده عشان ملك ايديه. يا نقنق والله والله انا مقدر وشاري. يا نقنق بص يا نقنق، ده انت الدفيره الواحده بس منك بمقاس 87 واحده منها كلها. انا ما طلبتش رايك، ما طلبتش رايك. انا ابص لواحد زيك؟ يا سلام، اصبري بس لما تشوفيها ساعتها بجد يا سناء هتتصدمي في انوثتك.